تيتم محمد البوعزيزي باكرا، وهذا الرجل هو زوج أمه الذي رباه. طلع فوق البرويط وصب على روحه من هناك الكل. طلع هنا. سوء معاملة الشرطة دفعت ببائع الخضار والفاكهة الشاب إلى إحراق نفسه في 17 ديسمبر الماضي، وعربته وضعت في هذا المرآب في سيدي بوزيد شاهدة على المأساة من خلال آثارها الواضحة. أشعل موت البوعزيزي أعمال الشغب في كل أنحاء تونس ليقلب صفحة نظام بن علي بعد 23 عاما، ومذ ذاك تعم التظاهرات اليومية سيدي بوزيد من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي. راح ضحية في يعني ضحية برشا عباد، يعني عباد كلت فلوس من فوق وعملت برشا حوايج، يعني القليلة هو اللي مشى فيها ضحية. في سيدي بوزيد البلدة الزراعية الفقيرة البعيدة عن تعقيدات السياحة تسكن عائلة البوعزيزي، الجدران تكرم الشهيد الشاب والمنزل لا يفرغ، والوالدة تحرص على أن تدل على غرفته. هذه بيت يرقد فيها، هذه الملابس الجاكيت بتاعه الله يرحمه وينعم في الجنة وليد. وغاضبة تتذكر الأم لقائها بالرئيس المخلوع بن علي في المستشفى أثناء زيارته ابنها. قلت يا سيد الرئيس أنا ولدي، قلت أنا حشتي بولدي، ما حشتي حتى بشيء، قلت له أشنو الشيء اللي عوض لي ولدي، راهو ركيزة الدار. وعلى رغم حزنها إلا أن عائلة البوعزيزي فخورة ببطلها، فهو بالنسبة إليها كان يدافع عن حقوقه بعد سنوات من سوء المعاملة. على بعد 20 كيلومترا من البلدة مقابر في وسط الحقول، هنا دفن البوعزيزي في يناير، وشقيقه مقتنع بأن تضحية البوعزيزي وضعت حدا لسنوات من الذل أتقنه نظام بن علي العسكري. الأول تصدمت فهمت، من بعد إحساسي أنه حرر تونس، إحساسي أنه حرر تونس وحرر الشعب التونسي كله، نتمنى أنه يتحرر الشعب العربي كامل. بعد البوعزيزي كثيرون أضرموا النار بأنفسهم في دول الجوار، ظاهرة تتكرر في مواجهة الاضطرابات الاجتماعية مهددة الأنظمة القائمة.